دابا نعطيو حتى انا زول ما اخوتي هذا انا درت حتى انا زول الله يسامحكم المسامح كريم وتا هو مسكين ماشي شي واحد اللي خايب ولا غادي نهضر فيه ولا نقول كلمه الحق ما كتبش بنتو تكون معاه وإنما ماشي مكتبه الله سبحانه وتعالى ماشي انا اول وحده ولا ثاني وحده هادشي يعني مكتبه الله وكيف ما حل الله الزواج حل الطلاق الله يوفقه على وليداته ويجيب له التيسير حتى هذه كتبقى بنته وما ما فيه ما نطمعو مسكين الله يعاونو على وليداته وهو تا هو يطلع الحمد لله متكفله بنيتي اللهم لك الحمد على هذا الرزق اللي عطانا الله فمسكين ما عندي علاش نطمع فيه ونقول عطيني ولا شي حاجه هو ما عندوش وتجمعات عليه مسكين بزاف ديال النفقه ومهم ما يقدرش يخلصها غيدوزها حبس انا الحبس ديالو ما عندي ماشي يفيدني والبنيته كيبقى بواها وعنده وليدات اخرين كيمشي مسكين اللي كيدوز الحبس هما كيجلسوا من مورا كيتكرفسوا هو اللي كيجيب لهم داك طريف الخبز الله يسامح له دنيا واخره وكنتمنى ان شاء الله يحن القلوب كاع خوتنا المغاربه اللي عنده شي مشكل الله يفاجئها عليه وان شاء الله الامور مازال ان شاء الله تقاد